بقالنا فترة كده يمكن بنشوف مبادرات مهمة للحفاظ على البيئة والتنوع البيئي. الجميل في الموضوع أن المبادرات دي شبابية، ومعظم هذه المبادرات بيكون مبادرات تطوعية. من أهم هذه المبادرات طبعا، واللي بتأكد أن الشباب عنده اهتمام كبير بفكرة الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية ومياه النيل، دي مبادرة اسمها فري نايل. نظم مجموعة من الشباب حملة نظافة لمجرى نهر النيل من القمامة ومن المخلفات البلاستيكية اللي بتسبب أزمة كبيرة جدا في الأنهار والمجاري المائية، وبيكون ليها بكل تأكيد تداعيات سلبية على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية. عايزين فكرة بره الصندوق، كلمة دايما بنسمعها من الشباب اللي عايزين يعملوا مشاريع خاصة، لكن الوصول للفكرة وتنفيذها هو الأهم. هنا من أمام جزيرة القرصاية في منطقة الجيزة، مجموعة من الشباب في 2018 قرروا إن هم يعملوا مبادرة اسمها فيري نايل، ليها ثلاث أهداف: الحفاظ على النيل، الحفاظ على البيئة، وكمان توفير فرص عمل للصيادين. خرجوا من الفكرة دي بحاجات كتيرة جدا، أفكار مبتكرة، ثلاث أربع أفكار مبتكرة قدروا إن هم يوصلوا لها، هنتابعها مع بعض دلوقتي، يلا بينا. مبادرة فيري نايل ابتدت بالظبط من 3 سنين ونص. أنا كنت عايش في أسوان، بعوم في نهر النيل، فالمياه هناك نظيفة قوي، ففكرت زي يعني ليه ما يكونش نفس الموضوع اللي هناك زينا يكون موجود هنا في القاهرة والجيزة أو في وسط المدينة يعني عامة. فرجعنا وتعاوننا مع كذا مبادرة تانية، وتعاوننا مع وزارة البيئة وشركات خاصة وناس من القطاع التنموي عامة، وابتدينا أول حملة في 2018 ديسمبر. وأول حملة كان معانا 250 متطوع، عرفنا نطلع طن ونص في ساعتين، وده كان نجاح كبير ما كناش احنا عارفين ان هو هيوصل لحد النهاردة. الفكرة من بعدها كبرت ان احنا بقينا نعمل ايفنتس لحد او حملات تنظيف، لحد دلوقتي شارك معانا 7500 متطوع، وعملنا حاجه و60 يعني حوالي 68 حمله تنظيف في محافظات مصر كلها. ولما كورونا جت وقفنا الشغل عشان ما عرفناش طبعا التجمعات، ففكرنا ان احنا نتعاون مع الصيادين. دلوقتي بقى معانا 55 صياد. فكره المشروع بتاع الصيادين عامه، صيادين القاهره والجيزه بيجمعوا لنا الكيلو، بنشتريه منهم ب 11 جنيه اول لما بيجي لنا، بنوزنه، بنفصله، بنتاكد ان هو طالع من النيل، علشان بنتاكد من الطبقه اللي موجوده عليه من الطينه او الميه اللي موجوده من النيل يعني. بنفصل الالوان، بنكبسها، وبعد كده بنحولها للبلتات. البلتات دي بتروح عند مصنع، المصنع ده بيحولها لخرز صغير، وبعدها الخرز ده بيسافر اسبانيا بيتحول لخيوط، الخيوط دي بتخش في كل الصناعات. خلال الصيادين بس جمعنا حوالي 80 طن في الفتره اللي فاتت. فيري نايل من اول ما ابتدت من خلال الحملات والصيادين عرفنا نجمع 160 طن. ففي الصيف انت ممكن في شهر واحد، لو احنا ال 55 صياد شغالين كل يوم، ويعني بيجوا كل يعني هي احنا بنقابلهم مرتين في الاسبوع، بنستلم منهم مرتين في الاسبوع، لو الشغل ماشي كويس ممكن نحاول ممكن نوصل ل 25 طن في الشهر. واحنا يعني اساس المهنه بتاعتنا الصيد، فالمشروع ذات نفسه عجبنا ودخل دماغنا يعني قبل الاستفاده الماديه، فهو يعني نظافه النيل. احنا كنا الاول طبعا كنا نشرب من الميه بتاع النيل دي ونعمل منها اكلنا والكلام ده، ولكن يعني حصل بعد يعني التلويث في النيل والكلام ده، فما لقينا حاجه هي تنظف الميه اللي احنا بنشربها او الكلام ده وتطهير في النيل ده، هو عجبنا قبل مشروع ان يبقى مادي. شبكة الصيد دي بنزل بيها، فاللي قدامي من الحاجات دي الأول يعني إيه ببدأ حياتي بالصيد. الجو مثلا تعبان وكده ما فيش، بروح إيه قلب على الأزايز مثلا حاجات تانية. هما طبعا في الشركة برضو نبهونا إن إحنا ما نسيبش أي حاجة، يعني مش مثلا أجيب أزايز بس اللي هي إيه اللي هي هتتباع تجيب لي مادة أو الكلام ده، لا يعني بنجيب كل في الشوال ده كل حاجة من أي مخلفات. نلم المخلفات دي، بنيجي هنا نفرزها، نطلع الازاز اللي هي هم هي بيستفادوا منها، احنا بنستفاد منها ان احنا بنبيعها وبناخد ثمنها. كانت برضو ازاز كثيره في البحر وحاجات وحشه، السمك كان بيهج، يعني السمك مش بيجي على حاجه مثلا ايه الازاز وبتاع كان بيهج. بقى جينا دلوقتي نظفنا الازاز ونظفنا النيل وبتاع، بقى السمك يرجع ايه رجع تاني. ودلوقتي كنا الاول كان مثلا واحد بينزل يبيع ب 100 جنيه،
دلوقتي بنلم ازايز برضو ايه الواحد بيلم 100 جنيه من ازايز على 150 من هنا برضو ايه لما جم مره على مره على مره الناس كلها ايه حبت الشغله وحبت تلم ازاز من البحر وتنظف النيل ودي برضو يعني ساعدتنا كتير قوي برضو على المعيشه. زي ما شفنا كده مع حضرتكم في هذا التقرير، مجموعة من الشباب قرروا ان هم يتحملوا مسؤوليتهم المجتمعية وواعيين لدورهم في المجتمع، وقرروا ان هم يستغلوا طاقتهم في ان هم يعني يزيلوا كل الأوساخ او كل الملوثات اللي موجودة في نهر النيل بنفسهم. فأعتقد ان دي خطوة مهمة جدا وليها كذا معنى. اولا انه بالفعل شبابنا مدرك كويس قوي ايه أهمية دوره وإيه أهمية إن هو يكون ليه دور في مجتمعه. الناحية التانية الشباب كمان واعي لفكرة القضية المناخية والتلوث وما إلى ذلك. نقطة تالتة يا شاذلي هي فكرة اهتمام الشباب دلوقتي بالتطوع. ده حقيقي، وشفنا طبعا المبادرة دي وكان في مبادرات تانية كتير. الشباب بقى واعي للتنوع البيولوجي والحفاظ على البيئة، ودي حاجة كويسة جدا زي ما شفنا المبادرة. واحنا عارفين طبعا خطورة وجود هذه المواد البلاستيكية على التنوع البيولوجي، على المياه وعلى الأسماك اللي موجودة. واحنا شفنا حد من الصيادين وهو بيقول ان كان في كنا زمان بنستخدم مية النيل دي في الشرب وفي الأكل، لكن نتيجة الملوثات والحاجات اللي بعض الناس بيلقوها في مياه النيل، أو حتى إن لو لم تلقى في النيل بشكل مباشر فممكن تلقى بره في الطريق فالرياح تاخدها وتنزلها في النيل، لا في النهاية هو الشخص اللي عمل كده هو المسؤول عن ده. فياريت يكون عندنا وعي إحنا كمان إن إحنا نحافظ على مياه النيل ونحافظ على المياه بشكل عام ونحافظ على التنوع البيولوجي.